أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يستقبل رئيس الشركة المصنعة لطائرات F-16. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مارلين هيوسن رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة لوكهايد مارتن الأمريكية المتخصصة في الصناعات العسكرية والمصنعة لطائرات F-16 الحربية. ومن جانبها أكدت هيوسن أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، فضلا عن دورها البارز في التحالف الدولي ضد الإرهاب، مشيرة إلى حرص الشركة على استمرار التعاون مع مصر في جميع المجالات وتزويدها باحتياجاتها بما يضمن تحقيق أمنها ويعزز من قدراتها. الخارجية، مبادرات لتجمعات الجاليات المصرية بالخارج لدعم السياحة وزيارة شرم الشيخ. صرح السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج بأن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية تلقى العديد من المبادرات التي نظمتها تجمعات الجاليات المصرية بالخارج في مجال دعم السياحة الوطنية، ومنها على سبيل المثال عظيمة يا بلدي في كندا، وحملة المليون زائر من السعودية للشرم الشيخ، ومبادرة الجالية المصرية في فرانكفورت، فضلا عن مبادرة الاتحاد العام للمصريين بالخارج. الزراعة، إزالة 564 حالة تعدي على الأراضي في عدد من المحافظات. تمكنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي من إزالة 564 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها الوزارة لمواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية. رياضيا، اعتماد 5 مرشحين لرئاسة الفيفا بينهم عربيان. أعلنت اللجنة الانتخابية المكلفة بالنظر بملفات المرشحين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اعتماد 5 مرشحين فقط بعد استبعاد الفرنسي ميشيل بلاتيني والليبيري موسى بيليتي. والمرشحون 5 هم الأردني الأمير علي بن حسين، والبحراني الشيخ سلمان الخليفة، والفرنسي جيروم شامباني، والسويسري جياني إنفانتينيو، والجنوب أفريقي توكيو ساكسوال. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.